هاد السيد سيدي انا كريت عنده في شهر 8 يقول لي في الشهر الاول ديال شهر 9 في البدايه ديال المدرسه في الدخول المدرسي مشيت عنده داني عنده السمسار قال لي هكا قال لي غتعطيني 34000 عطيناه قال لي كتعطيني 10000 تسبيق ديال الموضوع قلت ليه ماشي مشكل سكننا تخلص في شهر 9 ديالو وصل من لو 5 لو 5 وصلت لو 5 في شهر 10 تخلص من وصل لو 5 شهر 11 بقات واحد اليومين عليها غادي نخلص جا عندي قال لي شوفي انا ما غاديش نشد من عندك الفلوس خوي لي الدار راه مولا الدار جايه من برا غتبغي تسكن فيها قلت ليه ماشي مشكل السمسار لا هو نسيب مولا الدار هو نسيب ديالو يعني بحال مخليها هو مكلف بالدار حاضيها وداكشي قلت ليه ماشي مشكل صبر عليا نلقى ومرحبا ماشي مشكل بقى دازت يومين من مورا داكشي اللي قال لي هبط نجيب ولدي من المدرسه رجعت لقيت الكونتاكت مبدل واقف هو بنته قال لي ما غاديش تدخلي قلت ليه علاش قال لي لا انا باغي الدار سيري قلبي فين ديري حوايجك هزيت انا يا ولادي هبط الكوميساريه عاودت لهم شنو كاين هادشي هادشي بقاو كيشوفوا قال لك حنا واش عندك شي وثيقه هو السيد ما دار معايا لا كونطرا ما كيعطيني لا روسي لا والو قلت لي راه ما عنديش قالوا لي البوليس حنايا على وجه الدراري غادي نطلعوا عنده نشوفوا نديروا معاه شي حل بقى علاش ما بغاش يدير معاك كونطرا في الاول ما بغاش يدير معايا كونطرا ما عندوش ما غيتكون ما عندوش الوكاله ما عرفتش حدو قال راجلي شهر 11 ندير معاك الكونطرا قال لي صبر عليا حتى شهر 11 ندير معاك الكونطرا من طلعوا معايا البوليس كيدقوا كيدقوا خرج لهم على شحال قالوا لي هاد السيده والساكنه عندك ولا اش قال لهم قال لهم لا راه ما كاريتش عندي راه غير لقيتها هي وليداتها باركه في الزنقه وطلعتها درت فيها عخير قال لي كيفاش درت لي فيها خير وقال لي حوايجك حتى من الحوايج اللي كرمني فيهم الحوايج اللي في الدار قال لك حوايجو الدار كانت مفرشه حتى من الحوايج اللي كرمني فيهم حتى من راسي قال لك ماشي راسي قال لك ولا تبغى تجيب واحد طلعوا تسكنوا الصحه معاه وانا راه عندي عقد الزواج ديالي كلشي باقي في الزر عقد الزواج ديالي الحاله المدنيه ديال ولادي كلشي عندي الوثائق كلهم عندي دابا هو سدك على حوايجك بوراقك بوراقك حوايج الدواء ديال ولادي كلشي دوايا دواء دو كلشي ما عنديش هاد الحوايج الا مشينا هاد الولاد الصغار دابا عطاتهم ليا واحد السيده حيت فزقوا حوايجهم الاولين وسخهم عطاتهم ليا ديال النهار اللي شريتي عنده كريتي عنده مباشره ولا داكشي السمسار لا داني عنده سمسار وداك السمسار اش كيدير السمسار حاليا كان سوا ما بقاش كيجاوبني في التليفون السمسار واخا درت الشكايه بهاد السيده مشيت للكوميساريه عمرو لي دا سميتو كنمشي قالوا لي غتصلي بالقيد القيد اللي غادي يحل هذا المشكل كنمشي عند القيد اعوان السلطه وداك الشيء ما كي فيما كنمشي عند القيد كيقولوا لي القيد ما كاينش ثلاث ايام هما كيدوا كيجيبوا فيا اليوم قال لي رجعي عند القيد انا غنرجع ثاني ثاني غادي نرجع ما غيبغيوش يدخلوني عنده غيقولوا لي القيد ما كاينش مقدميه اعوان السلطه اللي كاين في سميتو واخا الكوميساريه شنو داروا معاك ما داروا معايا مشاو معايا الله يكثر خيرهم ملي كدرت على الله مشاو معايا دواو معايا قال لهم والله الا دخلت وهو نكرني ولا كيقول لك ما كاريش ليا عاد درت فيها خير وتا من حوايجي قال لك حوايجو تا من الفراش اللي في الدار ولا كيقول لك لا سيدي الدار كانت مفرشه وانا الدار دخلت ليها خاويه تا من الدراري اللي طلعوا لي الحوايج راه كاينين تلقاو الدار خاويه هما اللي جابوا لي الحوايج وطلعوهم ليا هاد الدار هادي حداكم شي جيران حدايا الجيران راه ساكنين معايا الجيران وشو كيقولوا الجيران ما قالوا والو طلبتيهم في الشهاده بالنسبه للبوليس ما طلبتهمش ما طلب ما فين انا ما طلعتش للدار انا قلت لكم النهار الاربعاء ما دخلت للدار باش ندوي مع شي واحد ولا نقول ليه عافاك ولا دابا هو مانعك تمشي حتى للدار حوايجك منعك منه تم حوايجي منعني منهم والزوج ديالك شنو دار واش غادير الزوج ديالي ما قال لي نتبعوا القانون وحنا القانون ما دار لينا والو قال لك انا هو اصلا راسي ماشي غنقول لك هذاك اللي فوضاوي ولا غيمشي يدير الصداع ولا نهار الاربعاء هادشي من الاربعاء اليوم وباقي ما وباقي والو فين كتباتي؟ نهار الاربعاء بت عند واحد السيد دخلني بت عنده البارح نهار كامل وانا نجري ما بين الكوميساريه نهار كامل في العشيه ما لقيت ما جيت مشيت تسلفت على 100 درهم مشيت عند راسي قال لي انا دابا عندي تسلفت 100 درهم باش تهبط عند ماما فين ماما؟ ماما في عين سبع كازا وعاوتاني رجعتي اليوم لهنا انا رجعت ثاني اليوم باش نشوف اشنو ندير شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي ثلاثة عندي توام عندهم عامين وهذاك عنده خمس سنين وهاد السيد زعما ما استعطفتيه ما طلبتيه هو قال لك والو كيقول لي والله لا دخلتي وقدام البوليس وحوايج نكرني قال لك ماشي حوايجك كيتسالك شي كرا؟ ما كيتسالنيش خالص كلشي خالص ما هو ضو كرا كلشي خالص شنو كيقول دابا هو كيقول لهم راه غير عطفت عليها ودخلتها غير عطفت عليها ودخلتها مسكينه قال لك مقطع بها الحبل وما كتعرف حتى واحد بوزنيقه وانا راه من 2017 وانا في بوزنيقه راه نديك للسبيطار كنجلب لولادي راه الناس كنعرفهم الحوايج كيعرفوني كلشي كيعرفوني ماشي مقطع بيا الحبل ولقاني باركه
على ولدي راه كيقرا في المدرسه، هنا على انا مقطع بيا الحبل ولدي داخل المدرسه بالوثائق ديالو بكل شيء كيقرا. ودابا شنو غادي دير ان شاء الله؟ ما عرفتش والله ما عرفت، غنمشي ثاني المقاطعه الا دخلوا داروا لي حل. هذا الا بغاو يدخلوني عند القيد. ما ادريش شي شكايه الوكيل الملك. في شكايه عند وكيل الملك غادي تعطل. راه بقى لا ما دخلنيش القيد دابا بقى الوحيد. دابا كتزيدي كتعطلي زين عاود. هذا الشيء اللي بقى عندي الحل الوحيد غنطلع لبن سليمان غندير شكايه عند وكيل الملك. هذا السيد دابا هذا كيتسمى بحال نصب عليك حتى في حوايج قداهم. دابا حتى من حوايجي وحوايج ولادي وراقيه دابا انا بغيت عا شي ورقه ولا شي حاجه ما عنديش. دابا حتى من لاكارت ديالك وراقي. لاكارت الوحيده اللي عندي حيت هذيك ديجا ديما كتكون معايا كنهزها معايا. العقد الزواج ديالي الحاله المدنيه الدواء ديال ولادي اللي كاي سونتي ديالهم كل شيء تما. كيفاش الدواء ديالك عندك؟ عندي فيهم الحساسيه عندهم طريط وكيشربوا الدواء. الدواء ما خلاكش تهزيه؟ والو وما خلانيش نطلع حبسني عند الباب في الزنقه. لا دابا بقى يدير بدل القفل كيفاش دار هو تبدل القفل؟ بدل الكونتاك ديال الباب برا ديال الزنقه. ها هما السوارد ديال الدار عندي. ها الباب الفوقاني دابا باب فصيل عندك السارود ديالك؟ عندي السارود ديالي. وهذا اثبات على ان الدار راه ديالك. ها هما انت سيدي ها هما السوارد. ها هما السوارد ديال الدار، هذا الباب هذا السارود ديال الباب ديال الفصيل وهذا السارود ديال الباب ديال الزنقه. نتمنى على ان السلطه المحليه وحتى رجال ديال الامن الوطني ينتابوا لهذه المساله هذه مادام ان عندها سوارد. سيدي هذا عطف عليها. عطف عليها ما يعطيها السوارد. وحوايج ولادي وحوايج راتي اللي هو كيقول لك نكرني قال لك هذاك ماشي راجلك قال لك عجبتيه بغيتي تطلعيه عندي. هو كيقول بحال هكا. كيقول بحال هكا قدام البوليس راه قالها البوليس هذه الهضره. طلبوا منه باش تجيبي وراقك وتوريهم عقد الزواج. هنا غيبان على ان السيد كيكذب. هذه هاد الهضره ديال ماشي راجلي قالها البوليس. البوليس قال لي خاص لي اذن من الوكيل الملك ندخل لا كان بوسيبيليتي ندخل عنده انتي بيوتيك وعندهم سيروات ديال السخانه دابا راه هما مراض راه كيحبوا كلشي كيف ما شفتي زعما هو عارف المساله السيد هذا عرفتي راه عارف مالو ما عارفش واخا راه قلتها ليها من سد عليا الباب قلت ليها انت خليني ناخذ الدواء ديال ولادي قال لي راه ما غاتطلعيش قال لي نسي بانك هاد الدار بقيتي غاتطلعي لها انا خاصني السيده تجي تلقى دارها خاويه بحال بهاد العباره دار نسيبته إذا قريب لا ألوغ هادشي اللي فهمت أنا ملي كيقول لك خاص السيدة تجي تلقى دارها خاوية واخا السيدة فين كاينة؟ كاينة فرنسا ما عندكش تواصل معاها؟ ما كنعرفهاش جامي ما كنعرفهاش حتى كيدايرة أبدا كنعرفو هو اللي كيتخلص من عندي وشفتيها شي حد من الجيران ربما تكون عنده الرقم ديالها تهضري معاها الجيران ما عرفتش ما يبغيوش حيت أنا أصلا ما عرفتهمش شي معليفة ما ما كاينش بزاف كاين بروميير الدار البروميير باركة فيها بنتو دوزيام ساكن واقيلا كاري غير شي واحد زوفري عب بوحدو الاخرين ساكنه واحد المراه ما نكذب عليك الا شفتها نكذب عليك شفتها جوج مرات ولا ثلاثه يعني ماشي عندي معها تواصل ولا كنهضر معها ولا شي حاجه والسطح واحد البيت في السطح كاري لواحد جوج دراري زوافريه اخر رساله ديالك شنو هي؟ واخر بغيت حل ما حل ما لقيتوش انا مشيت للبوليس ما لقيتش حل انا كنمشي لاعوان السلطه في المقاطعه ما كيبغيوش يدخلوني عند القيد فما كنمشي كيقول لي القيد ما كاينش ما وصلتي شويه وطلعي عند السيد الوكيل هذا الشيء اللي بقى هذا الشيء اللي بقى لي هذا الحل اللي بقى لي دابا اللي حاصله انا بلا حوايج انا في الزنقه بلا حوايج بلا والو بلا حوايج ولادي بلا حتى حاجه بلا حوايجي انا هاد الحوايج راه من نهار الاربعاء وانا بيهم الله يشوف من حركه بنتي والله القاسم سلطات امنيه حتى هما حتى الامكانيات دابا هي كنقلب على الكرا كيقولوا لي تعطينا شهرين ثلاث شهور ديال التصبيق وانا ما في حاليش ما افتطعتش نعطي 70000 ولا 80000 كامله ودابا انت تنصب على حتى في حوايجي تنصب عليا حتى في حوايجي عرفتي ودرتهم ما نقولش لك درتهم بزز شريتهم بزز كنشري شويه بشويه الله يشوف من حركه امين